احيانا الواحد لما بيكون في نص العاصفه مش بيبقى شايف غير العاصفه، مش بيبقى شايف غير الامواج اللي بتعلى وبتنزل. الكتاب بيقول لنا عكس كده، الكتاب بيقول لنا انه الناس الموجوده في العاصفه بتشوف حاجه مش اي حد تاني يقدر يشوفها. أنا اسمي بيير، عشت في السودان 11 سنة، اتولدت هناك، وبسبب الظروف كانت بالنسبة لنا مفاجأة، اضطرينا أنا وعيلتي إننا نرجع مصر. في الوقت ده كنت حاسس وكأنه أنا في سفينة بتغرق، كنت حاسس وكأنه في عاصفة حواليا، كنت حاسس وكأنه مفيش أي حاجة ماشية طبيعي، مفيش أي حاجة ماشية عادي، وكأنه ربنا مستفرد بيا، وكأنه الموجة بتستفرد بيا. لكن الحقيقة أنا وعيلتي شفنا حاجة ما يشوفهاش أي حد تاني غير اللي في العمق. في مزمور 107 نقرأ: النازلون إلى البحر في السفن، العاملون عملا في المياه الكثيرة، هم رأوا أعمال الرب وعجائبه في العمق. لا شك ان المياه الكثيرة احيانا بتبقى مزعجة، بتودينا يمين وشمال وبترفعنا لفوق وتنزلنا تحت وتخبطنا. احنا كنا شاعرين بده كعيلة، لكن كمان كنا شاعرين اننا شايفين عجائب الرب وعمله في العمق. ربنا بيعمل عجائب، بيشتغل فينا بطريقة عجيبة، والحقيقة ما يشوفهاش غير الشخص اللي في الظروف الصعبة اللي في العاصفة. لو انت حاسس انك في عاصفة زي ما انا كنت حاسس من 10 سنين، حب اطمنك انه الظروف الصعبة هتعدي والتجربة هتعدي، لكن اللي هيفضل معاك هو معاملات ربنا معاك وتشجيعه ليك. بنقرا في سفر دانيال اصحاح 3 عن الفتية الثلاثة وهم في اتون النار، بيقول: انا ناظر 4 رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الالهة. التجربة عدت والظروف الصعبة عدت، لكن شهادتهم ان هم شافوا شبيه ابن الالهة موجود معهم في الاتون. نقرا كمان عن دانيال في عدد 22 في اصحاح 6: الهي ارسل ملائكة وسد افواه الاسود فلم تضرني. التجربة هتعدي والظروف الصعبة هتعدي، لكن اللي هيفضل هي معاملات وتشجيعات الله معانا في الوقت الصعب ده.